الرزق واحد ومحدش رزقه بيزيد ولا بينقص عن حد. ازاي بقى؟ وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعم ربنا علينا كتير وكلها ارزاق متقسمة بعدل وحكمة. بص لنفسك وراجع حسبتك هتلاقي روحك واخد حقك بالكامل. واخد حقي بالكامل؟ ايوه. لو فرضنا ان نعم ربنا اللي ملهاش عدد بتساوي 24 قيراط، هتلاقي كل انسان واخد ال 24 قيراط بتوعه كاملين بس واخدهم مشكلين.